هو ايه مفهوم المشاركه؟ هو انت بتتفضلي لما بتشاركي، فبالتالي هذا الاحساس بيحس الراجل انه اقل، فانت بتطلبيه طالما انا بشارك ادخل اغسل المواعين. اذا المساله مش المنطلق بتاعها هو الوعي الحقيقي باننا شركاء في الحياه، عايزين نعدي مع بعض، انا ساعدك لانك تعبانه واجيب لك الشاي واعمل لك مره الفطار واجيبه لك جوه اوضه النوم، ولا لا انا مش شغال عندك انت الست واللي تعملي ده كله. استاذه نهاد، بتشوفي تعليقا على الكلام اللي احنا سمعناه ايه؟ شايفه وجهه نظرك؟ انا طول الوقت بشوف حالات ببقى مشفقه عليها جدا بفكره الانفصال التام ما بين الواقع اللي احنا عايشينه والتصورات الوهميه. يعني الكلام ان حد قال لك ايه، انا لما اتجوزنا قبل الجواز قال انا هصرف على كل حاجه. على فكره هو ما كانش كذاب، وهو كان ناوي يصرف كل حاجه، بس دي افكار شاب ما عندوش خبره ومتخيل ان الدنيا بسيطه. النهارده في بنت قالت لي حاجه لطيفه قوي، بتقولي كل ما يجي لي عريس اعمل له كده. قلت لها ايه دي علامه النصر، دي احنا انتصرنا. فقالت لي لا يا حبيبتي مش علامه النصر، دي علامه ان احنا اتنين عندنا تليفونين محمول، يعني عندنا باقتين نت، عندنا مواصلات لإحنا الاتنين، عندنا عربيتين بنزين عربيتين، هتدفعهم ولا لا؟ يقول لي لا اقول له مش. طيب النهارده بقت الحياه متطلباتنا احنا وتطلعاتنا احنا وحياتنا بقى فيها تفاصيل وتفاصيل مكلفه، وبالتالي الشباب بيدخل الجوازه هو مش فاهم، عنده المفهوم التقليدي بتاع انا هشيل كل حاجه. انا بقول لحضرتك بشوف شباب بيشتغل في شركات دوليه بيقبض في الشهر 20,000 و30,000 وعايش حياه بائسه، لان هو بيقبض 30,000. هو عندنا مثل لطيف قوي بيقول لك ايه، كل برغوت على قد دمه، صح؟ هو بيقبض 30,000 بس هو بيحط 10,000 ايجار، وبيحط بنزين عربيه قد ايه، ومصاريفه قد ايه، 6,000 كهرباء بالظبط. الولد ده اللي متخرج من الجامعه الدوليه دي لما بيدخل ابنه كيجي هو بيدخل ابنه مدرسه دوليه زي اللي دخلها له امه وابوه على فكره. فبقى ال 20-30,000 اللي كان فرحان بيهم ومتخيل انهم هيفتحوا له البيت ده، انا بتكلم لك على ايه اللي هو النيش، ده مستوى كوميونيتي بقى، مش بياخد 2400 جنيه. تعالى بقى ابننا ابو 2400 جنيه الغلبان اللي زي حالاتي، هو نفس القصه يا جماعه، ما هو هيأجر شقه ب 1000 جنيه. عشان كده تلاقينا لو حصل خلاف بعد الشر بيقطعوا بعض على الشقه والفرش، ويقول لك اصل عشان العيال. لا، هم مش بيقطعوا بعض عشان العيال والحضانه والرؤيه، هم بيقطعوا بعض علشان الشقه والفرش. ليه كل ده؟ لان احنا عمالين مش هيعرف يجيب تاني. بالظبط بالظبط. وهي هتطلع بيت ابوها ما عادش بيت ابوها. بالظبط بالظبط. فانت الحاله الملتبسه دي ما بين افكار نظريه رومانتيكيه زي الشاب اللي قالك هشيل كل حاجه، طلع قدام مراته ايه يا استاذ خيري؟ طلع قدام مراته كذاب، وده عمل مشاكل بعد الجواز. وتلاقيهم جايين لعلى مش انت اللي قلت لي وعدتني كان كلام عليا انت لا يا حبيبي انت طمعان في فلوسي. بالظبط. أيوة. الوضع عشان كده انا بقول ايه يا جماعه، احنا عايشين سنه 2021، الحياه بقى فيها تفاصيل محتاجه شراكه ما بين الاثنين. بس لما يبقى عندي الشراكه بمنطق ايه، ان لا هي تصرف بمزاجها لو هي عايزه، لا مش بمزاجها، لا ومش بنموذج اللي قاعد في البيت وبيقول لها انزلي اشتغلي وتعالي بالليل ما يهمنيش طالما جايبه فلوس. لا ده نموذج غير مقبول. ده لا مؤاخذه معلش. طب ايه رايك استاذه نيال ما نشوف استاذه علا كمان ايه وجهه نظرها في الموضوع؟ استاذه علا مساء الخير مره ثانيه، سامعانا؟ ايه رايك؟ سامعيني؟ انتوا سامعيني دلوقتي؟ كويس جدا والله الحمد لله. اتفضلي. أنا الحقيقة متفقة جدا مع أستاذة نهاد أنه الواقع بيحتم علينا أنه بيبقى لازم يبقى فيه مشاركة مادية ما بين الراجل والست في البيت، ولكن أنا بختلف شوية في حتة أنه إحنا ليه المشاركة بنتكلم فيها بس في المشاركة المادية. هي المشاركة زي ما أنا قلت في الفيديو بتاعي من شوية، أنه المشاركة هي جزء من منظومة، هي مشاركة حياتية، هي الراجل والست بيتشاركوا مع بعض كزوجين كعيلة، بنتشارك مع بعض في البيت، بنتشارك مع بعض في الفطار زي ما حضرتك قلت أستاذ خيري، وبنتشارك مع بعض في تربية الأولاد وفي مصاريف البيت وفي كل حاجة، لأنه مفروض إن إحنا مش داخلين خناقة، إحنا داخلين نعمر بيت، نعمل عيلة مع بعض. ده الزواج مفروض إنه المفهوم بتاعه يبقى هو ده،
احنا من الاول احنا مش داخلين خناقه انه هو انت هتصرف على موبايلين وعلى اتنين عربيه واتنين بنزين، ولا احنا من الاول بنقول احنا عايزين نعمر بيت وعايزين نعمل فين ايام عيش العصفوره يقضينا؟ فين الكلمه الحلوه والبيت الدافي؟ ما كانش في باقه نت. الوعي ده والاحساس الانساني بالسكن والموده مش بالاسراع وانت هتجيب لي ايه؟ ما هو ده بالظبط اللي انا بحاول اوصل له، انه في الاخر احنا لما بنيجي نقول انا دلوقتي مستعده للزواج، انا كواحده ست او كواحد راجل، لازم نبقى من الاول بنفكر انه انا داخل المنظومه دي داخل بكل اللي عندي، سواء كان انا داخل باحاسيسي ومشاعري وبالمجهود اللي اقدر احطه كمان، سواء كان جوه البيت او بره البيت، وده جزء منه هو المساهمه الماديه وليس هو الوحيد طبعاً. لانه للاسف انه زي ما حضرتك قلت في نموذج اللي احنا اتفرجنا عليه من شويه دلوقتي، اللي هو هي تخرج بالليل وتشتغل بالليل وهو قاعد في البيت يتأمر، ده نموذج مرفوض للاسف. هو لو كان كده ده نموذج لمؤاخذه، ما ينفعش نحطه على ترابيزه الحوار. صحيح، ده نموذج للاسف مربوط تماما. ولكن الواقع هو بيحتم على الناس انه احنا لازم نشترك مع بعض، بس حقيقي ما ينفعش يبقى الشراكه بس ماديا، لازم تمام. تبقى تمام عظيم. وصل رؤيتك. لا عايزين نسمع رؤيتك انت وبعدين ندي الكلام للاستاذه. لا لان انت ليك رؤيه كامراه مختلفه، احنا كنا مختلفين معاك يعني. احنا اختلفنا لسبب بسيط، وانا اعتقد يعني طرح الوجهه دي من باب المفروض والواقع بيختلف جدا. انا من وجهه نظري المفروض ان انا عارفه امكانيات الشخص اللي هرتبط بيه، فعارفه انه بياخد 5 قروش، فهنقدر نعيش بالخمس قروش وتكيف بيهم، في حين ان انا مش مجبره على ان انا اساهم في البيت. اي شيء بيدخل في اطار المساهمه بالتفاهم بيننا احنا الاثنين عشان نرفع من مستوى ده اللي هو الدخل الاساسي. ما ينفعش نبقى بنتجوز واحنا متفقين ان انا اللي هجيب الشقه ولا ان انا اللي هدفع ايجار الشقه. لازم بالاساس من وجهه نظري الشخصيه ان هو يبقى عنده القدره على انه يعمل المقومات الاساسيه ايا كان مستواها على فكره، لانه يعني انا بتجوز راجل. لكن حابين نرفع ده فنتفاهم احنا الاثنين، نرفعه للمستوى اللي يكفيه ميزانيتنا احنا الاثنين، ولا يحمل الله نفسا فوق طاقتها يعني الا وسعها خلينا نقول. فمش هدخل بابني مدرسه ب 50,000 جنيه وانا وهو مرتبنا 15,000 جنيه. طبعا احنا بنتكلم، ما انت قلتي انا وهو اهو. ايوه بس بالاتفاق مش بالاجبار، بمعنى مفهوم الاجبار يا جماعه. هل احنا الستات دلوقتي لما واحد يروح يخطب واحده ويقول العريس عليه اوضتين والعروسه عندها عليها اوضتين، او هو اوضه وهي اوضه، ومين يشيل المطبخ ومين يشيل اللي مش عارفه ايه، هل ده اجبار؟ لا، هو حصل تحول علشان اساعد في مسار المجتمع، اساعد بنت انها تتجوز، مش كده؟ حصل تحول في المسار. أيوة. انا اللي بقوله ايه، ان انت حصل تحول في مسار ممارسات الناس في الحياه، لكن ما حصلش تحول في الافكار. احنا لسه بنربي ولادنا على الافكار القديمه، فده خالق ايه؟ خالق حاله من الفوضى في العلاقات. يعني الست بتشتغل وبتحط من فلوسها طول الوقت لاولادها، ماشي، او حتى الست اللي ما بتشتغلش اللي قاعده في البيت وشغاله سواق ما بين النادي والمدرسه ومش عارفه ايه، ما هي موفره برضه خدمات معينه. في الاخر بين الزوجين حتى لو ما انفصلوش فعليا بالقانون، ليه بقى؟ لان هي شايفه ان هو مش مالي مركزه قوي، ومش قد المسؤوليه، مش عارف يشيل بيت، وهو شايف انه يعني ما ادي الله ودي حكمته، يعني ما انا بعمل اللي عليا وانت كمان كذا. الحاله دي من عدم الرضا، ان لا ده احنا شركاء مع بعض. هو ينفع نبتدي من الاول شويه؟ اتفضل. يعني ما احنا بنطالب بحقوق المراه، بنطالب بحقها في التعليم، بنطالب بحقها في القرض، بنطالب بحقها في التمثيل السياسي والبرلماني، يعني قاعدين ندي كل الحقوق دي كمجتمع. علشان تعمل ايه؟ عشان المراه تبقى شريك للرجل في كل شيء. صح. هنيجي عند القوامه، بمفهوم القوامه القديم اللي كانوا بيطلعوا حروب والستات قاعدين في الخيام وطبقوا دلوقتي، ولا هقول زي ما المجتمع كله خلانا نتشارك واحنا بنطالب بده للمراه، لازم لما نعيش نتشارك. بالظبط، هو دي الفكره، ان انت ترسخ في دماغ الناس مفهوم الحقيقي للاسره، للموده والرحمه. اللي هي بص، من الحاجات اللي بتعمل مشاكل فظيعه في الاسره ايه؟ ان الست تبقى بتشارك بكل مرتبها، لكن على اي حاجه من الواجبات المنزليه اللي خاصه بالرعايه الاسره والاولاد يقولها لا انت الست اللي انت تشيليها. بالظبط، ده بيحصل طول الوقت. ما انت الراجل وانت وانا شايله معاك.
الحالة دي اللي هي احنا واقفين عند الحدود النظرية لمفهوم دور كل واحد ايه، ده عامل كم هائل من المشاكل. طب الحل دلوقتي علشان نعمل المعادلة بين الموروث ده وبين الواقع اللي احنا بنتكلم عليه، هل محتاج لنوع توعوي بس الحل يبقى توعوي، ولا محتاجين لحل تشريعي كمان؟ الاثنين. ان انت لازم لما تيجي الكلام بتاع انه ده اللي عملته السعودية في 2019 وعملته المغرب في 2014، يعني مدونة الأسرة المغربية تكلمت على ان الولاية حق للمرأة الرشيد، وتكلمت على إمكانية الإنفاق المشترك في الأسرة. انا لما بأقر ما هو واقع، يبقى ساعتها مدخرات الأسرة ما يجيش حد يقولك ايه، لا ده انا الفاضي هنروح نشتري يا بي مش عارفة ايه باسمي. لا يا حبيبي، باسمكم انتوا الاثنين، عشان انتوا حطيتوا انتوا الاثنين في البيت. يعني فكرة ان الست تشعر انها بتتظلم او انها بيتضحك عليها او انها بتحط فلوس لكن الراجل مش مقدر، ده على يعني شوية تراكمات اخرى بتؤدي لانهيار الأسرة. طيب ممكن بس نكمل جزء في كلمات اخيرة الأستاذ كريم عرفة. أستاذ كريم، لو المرأة هتساهم في البيت بالمشاركة والاتفاق الجميل في السكن اللي بيجمعنا، عندك مانع كرجل بدون إجبار وبدون ما تشعر إن ده واجب عليك أن تساعد المرأة في البيت، إنك تدخل المطبخ أحيانا تقول لها ارتاحي أنت لسه جاي من الشغل أنا هشطف الأطباق، ولا أنت شايف إن ده عيب؟ اوريدي انا بطبخ لنفسي اصلا. لا طبعا مفيش اي مشكله في كده، مفيش اي مشكله في كده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيساعد زوجاته. صحيح انا سعيده. صحيح. لو انتوا اهل الصعيد يعني اجدع ناس، اجدع ناس، دول متقدمين جدا، دول احفاد الفراعنه في الجزء. صحيح. ده بس انا عايزه اقول لك ان حتى السؤال ده في غير موضوع، واحنا بنتخانق على ايه يا جماعه؟ أيوة. غسيله بقى النهارده في غسالات لخمس افراد. صحيح. قد كده بتيجي بالقسط. أيوة. يعني حتى هذا الحوار الزمن قفز عليه، يعني والله بيدخل في الموضوع كمان مذاكره للولاد. مكوة الهدوم يا ريس، حط الهدوم في مجفف. هقوي الستات انا فيهم المره. بص انا عامله فيديو لطيف قوي، عامله فيديو قايله فيه ايه، في هدايا اللي تيجي للامهات، يا اما علب صغيره كده من عند السايغ، سامعيني يا اولادي؟ ايوه. يا اما لو هنجيب بقى، ده قفلوا البرنامج دلوقتي ومشوا ولادك. ايوه كده. لا اما انه لو هنجيب بقى ادوات كهربائيه، ما يروحش يجيبوا الخلاط اللي بيعمل سموزي ويدهوله وست كوبايات. لا، في بقى يا مايكروويف علشان ماما تحضرش العشاء الساعه 12 بالليل. ايوه. يا مجفف علشان بظهرها ما يتقطمش في النشر، والمجففات الحديثه بتطلع الهدوم مفروده. يا غساله اطباق، ونكوا مع بعض عادي. خلصنا يعني. بقى عارف حتى الحوار بتاع الخدمه المنزليه ده الزمن قفز عليه يا جماعه. انا بتكلم في مازال بيعمل مشاكل. ايوه. كلمه اخيره بعد هذا النقاش الساخر، انه بما ان فعلا الزمن قفز على الواجبات المنزليه، محتاجين فعلا تشريعيا واجتماعيا يعني نركز على المرأة واتخاذها للقرار، وانه هو الراجل مش هو متخذ القرار فقط في مقابل انه بينفق، هي كمان بتنفق، وبالتالي هي شريكة في اتخاذ القرار وهي صاحبة قرار لنفسها ومش تحت وللبيت مشترك. عظيم. طب نشوف الأستاذة علا كلمة أستاذة علا كلمة أخيرة واحنا بنختم، تفضلي. أنا أسفة أستاذة نهاد، بس اللي حضرتك قلتيه ده حاجات برضو فيها مجهود كبير، وهي انا مش حاطه ان دي قصاد دي، هو مش الانفاق والمشاركه في الانفاق قصادها ان احنا نبقى متشاركين كمان في شغل البيت، لا، بس هي جزء من منظومه انه احنا لو احنا داخلين مع بعض ان احنا قررنا ان احنا نبقى عيله، فاحنا المفروض ان احنا نساعد بعض في كل حاجه.